على موزيك FM. نعتذر كان يسمع فيا سي الاسعد. لا ناخذوه معنا ما طولنا برشا. باهي ناخذوه سي الاسعد بن عبد الله. سي الاسعد بن عبد الله على السلامه. اهلا وسهلا سيدي. شنو حوالك سي الاستاذ الكبير؟ نخلي لك ساعه خويا. سي امين شنو حوالك سي محمد علي؟ يا خويا توحشناك توحشناك والله توحشناك. ها ولدك ها ولدك كان يعمل في البلابس خويا تو. ولدك عبد الرشيد خويا بون يعمل في البلابس ساعات راهو في غياب القوانين تاع حقوق التأليف الفنان والفنش يحافظ على الحقوق هو والملحن ساعات يحتمل نتلزوا لأشياء كما هكا. لكن هذه رزمان داير انتم تكلمتوا حتى الفنانة ورزمان هيك تحلت بكل أريحية يعني محلهم وفيه في الأخير سي الأسعد. أنا ممبرسي بكلمك على النوبة أما ثم مسألة تعديت يزمك نسمعها حبك تسمعها وتوضحها. اسمع البحري الرحالي شنو قال البارح في ديما لابس. عام 2005 وقع طردي سيفري من سنتر دار دراماتيك على أساس مشيت نصور في مسلسل عودة المنيار. عودة المنيار مشيت نصور في مسلسل من غير ترخيص. من غير ترخيص من غير مكتب دوموند عام 2005 أنت كنت مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وبحر الرحالي قال وقع طردي. هل هذا صحيح وإلا لا؟ هو سي محمد علي تعرفني عندي مواقف في هكا ولا لا؟ نعرف إيه هاي ايش قلت لك أنا قبل وقت كلمتني قلت لك مش قلت لك هذايا تاريخ وما ينيش فيه. البحر يقول يحب ونحترمه ونشكره على الدور اللي قام به بالأخص السنة فهمني. لكن أنا كنت مدير نفرضه اللي صار هو قالوا وظهر لي ما قدمش ترخيص ونفرضه لكن ما هوش هذا هو اللي صار سيدي خوي وماذا بيا ما نعطيش التفاصيل واضح. يا علاش ما تبيش ماذا بيه توضح لنا علاش ما توضحش عادنا قلت من الاول البلي راني ماذا بيا راهي حكايه الى 15 سنه ما وانا نحسب روحي مستمع وانا نحسب روحي انا مستمع توا معناتها نحب نعرف الحقيقه كلها. لا ما تردش البحري الرحالي مشى على روحه هو خرج وحده خرج وحده من علاش قال طردوني ما نعرفش سالوه هو إيه انت ياك ما حبيش تعطيني الحقيقه الكامله انت كيفاش نعرفوا انا فما حاجات حقائق ما نجمش نحكيهم. هل يضروا معناتها باشخاص هذاك علاش ما تحبش تحكيهم؟ لا مش تضر بالاشخاص هما حكيت حتى كان بعد 15 سنه فما حكيت نتاع الاداره ما تقالش معناها واضح به بالنوبة فما حاجات ما تقالش علاش تخصه هو ولا تخصك انت سي حاجات في طريقه ومش في طريقه اخرى تخصه هو ولا تخصك انت ما نتذكرش بالحكايه هذه اللي احنا طردناه وثم هو معناها باش نذكروا اللي هو ما كانت عقود راهو ما كانوش متوصفين ما ولاو متوصفين الا بعد 14 جانفي فهمني ما كانوش متوصفين دونك ما كانش ينجم يكون الطرد نتاعو بالطريقه كيما يقولها كيما وصفها تولى علينا معناها يبدو لي البحري الرحالي تبارك الله عليه حتى وقت مشى لتونس تبني كارير حلوه ياسر ومشاركاته فهمني متميزة ونتمنى له بقية طريق حلوة زادة معناها علاش نرجعوا معناها حكاية كيما هكا وثم حتى كان أنا تحملت مسؤوليتي وكيما صار معناها كيما هو جوست. هل أنت مسؤولة هل أنت مسؤولة عن طرده ولا هل أنت مسؤول هل أنت وقتها المسؤول عن طرده ولا لا مانيش مسؤول على طرده مشى على روحه. كيفاش أنت معناتها مشى وحده مشى على روحه واضح واضح به شو انا بصراحه نظرا انه الوقت ضيق غدوه باش ناخذوكم معنا في نفس التوقيت نحكيوا على نوبه واحد ونوبه اثنين خاطرك من ابرز الغايبين يمكن ما عرفوش الدور هو دور بازديق ايه معناتها اللي كان توفى في النوبه واحد دونك باش تعطينا رايك بين نوبه واحد ونوبه اثنين نحكيوا على كل الاعمال تقريبا الرمضانيه الموجوده في حي الزمن يكون اوسع برشا خاطر بصراحه الحديث معك شيق استاذنا دونك ما نحبش نزرب ونحب تاخذ راحتك في الكلام اكثر بما انه العركه الحمد لله تحلت البارتي الاولى اهم حاجه انه اوكي عملنا الخير بس ديك خويا اي لا ممتاز عليكم مانيش موافق انا
عبد الرحمن شي حاجة بركة خاطر التراث يتحرك حتى كان واحد بدل الكلمات هذايا من ميزات التراث الشفوي. باه غدوة ناخذوك معنا في نفس ال إن شاء الله. إن شاء الله سي الأسعد بن عبد الله بارك الله فيك، وإن شاء الله ملتقانا وغدوة نحكيو بالتفصيل عن نوبة واحد والنوبة